السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات واحد هو بيكتب الكود ممكن تطلع منه حاجة غلط، فاحنا هنجرب حاجة اسمها try and accept، يعني لو في مشكلة حط رسالة خطأ معينة أو حل المشكلة أنت أو حاجة زي كده. فأجي هنا أقول له أنا عايز أكتب بايثون، تمام، هدوس هنا مرتين عشان أبدأ أكتب شفرة. فهبدأ أقول له أنا عندي المخرجات بتاعتي output بتساوي، وبعد كده اديله كوسيندو، تمام. واجي هنا اقول له المخرجات بتاعتي اللي هيطلع لك من الاوتبوت ده اكتبه، تمام. طيب بعد كده هقول له تراي، او خلينا نكتب الكود على طول. هقول له مثلا اوتبوت دوت ابند، وهقول له زو يعني ضيف في السلسلة دي مثلا اكس. طبعا احنا ما عندناش اكس، يعني ما فيش اكس اصلا، ما عرفناش ده اللي اسمها اكس. واقول له رن، هيجيب لي رساله ان في السطر ال 13 انت بتقول لي زود اكس وما فيش عندي اكس. طيب الحل بقى بتاعها ايه؟ ان انا اقول له تراي واديله نقطتين، وبعد كده انزل للسطر اللي بعد كده اقول له تاب، بحيث ان يعرف ان دي حاجه مستثناه او دي وراها. وبعد كده هقول له اكسبت، يعني لو في مشكلة هنا خلي ال output dot append بين قوسين x سلسلة، تمام، يعني نص ما دام اتحط بين العلامتين النصين دول، فده معناه ان هو ياخد الاكس يحطها زي ما هي، او اعرف الاكس اصلا، تمام. هقول له run، هتلاقي ان المخرجات بتاعتي فيها الاكس، خدها زي ما هي. فتراي اند اكسبت دي ببدا اقول له طلع لي رساله خطا معينه او طلع لي حاجه معينه، بحيث احتياطي لو حصل ان انا كاتب كود وبقول له مثلا خد الكلام من المستخدم، الرقم المستخدم بدل ما يدخل رقم دخل نص، يبقى في رساله خطا تطلع له، ويعني دي حاجه احتياطيه.